هو السائر على أسلاك شائكة في أدائه والقابض على جمرة من نيران المشاعر النابعة من العينين والمنطلقة من الصوت المتلون بدرجات تناسب كل كلمة ينطقها. هو الممسك بلجام السهل الممتنع والمتمكن من أدق التفاصيل لأي شخصية يؤديها. وفي خلال 33 عاماً من الحضور التلفزيوني و52 شخصية ظهر بها على الشاشة الصغيرة سواء في أدوار البطولة أو حتى ضيف شرف. نجاحي في شغلي وإخلاصي ليه هو اللي بيضمن للبيت ده كل شيء يا جنار. أنا مفيش حد أقوى مني يا فخر. أنا النملة والديناصور مع بعض. معقول ما بيردش عليك يا أبو ست خين يا عسل أنت؟ أنت مين؟ أنا يا ستي أنا عملك نسوت في حياتك يا روحي. تربع فتحي عبد الوهاب على عرش الأداء التمثيلي الباهر وعن جدارة صار بطلاً حتى وإن لم يتصدر اسمه التترات أو تملأ صورته الأفيشات. وسواء ظهر في مشهد واحد أو تواجد من اللقطة الأولى للأخيرة فإن أثره يظل باقياً مقدراً فنياً وجماهيرياً. على فكرة رحيم بيها أمينة كانت بتحبك أوي. أنت الوحيد اللي كنت بكلمة منك تقدر تخليها تسيب السكة اللي هي كانت ماشية فيها. لسه حبل الود والصداقة ممدود يا حسن، لكن لو اكتشفت ان انت ابتدت مذهبك في الدولة السلجوقية العظيمة انا مش هجلدك ولا اسجنك، انا هطوف براسك على رمح في اصفهان كلها. دائماً ما كانت تتجلى موهبة فتحي عبد الوهاب في أدوار شديدة الأهمية برزت من خلالها إمكاناته كممثل قدير قادر على خلق عالم للشخصية التي يؤديها. فكل وجه يختلف تماماً عن الآخر من أسلوب الحركة والمشي مروراً بطريقة الحديث وصولاً للتعبير عن الانفعالات كي تتناسب كل التفاصيل مع تاريخ الشخصية التي يبدو وكأنه يكتبه منذ ميلادها حتى وفاتها ليدرك كيف ستنفعل وتغضب تفرح أو تحزن وما هو حجم براءتها ومكرها. الظاهر أن أنت هتثبتي لي أن الكلام ده صحيح. وهذا الإبداع التمثيلي ظهر بوضوح منذ بداياته ويستمر معه في أدواره التالية. وفي السنوات الأخيرة توهج بريق فتحي عبد الوهاب في 3 أعمال كانوا للمصادفة من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وهي القاهرة كابول، جزيرة غمام، وأخيراً الحشاشين. أنت عارف على بقية إيه دلوقتي؟ وزير الدولة اللي ربنا أراد إنها تكون الأقوى. وزير الدولة الأقوى. طلة فتحي عبد الوهاب صارت ضرورة فنية في الأعمال الكبرى وإمكاناته تتجدد ويعاد اكتشافها مع كل دور يقدمه حتى وإن ابتعدت عنه البطولات المطلقة، إلا أنه يظل بطلاً في عيون جمهوره وبصمته تنغرس بقوة وثقة مع كل شخصية جديدة تنحني احتراماً لمؤديها. فتحي عبد الوهاب.